احنا 10 بنات 7 البنات لا عندنا ولدين والبنات 6 ايه وابي وامي بس بس المدرسة بيجينا وياخذنا ما بيسوي شيء بس لأنه هم إحنا بندرس هم ما بيدرسوا يعني بنقول روحوا ادرسوا بس تكبروا صيروا يا معلميات معلمات يا بصيروا دكتورات بس احنا 3 اخواتي بس احنا بنروحنا على المدرسه بيشتغلوا بالبيت بيشتغلوا بيجلوا بيشطوا في البيت هيك قبل الظهر في المدرسه نروح عليها قبل الظهر في لبنانيه بعد الظهر كون سوريه هم لبنانيه واحنا سوريه بنحكي هم يحكوا غير واحنا بنحكي غير بعرف اقرا انجلش وعربي وبعرف بحل الرياضيات وبعرف بحل المهارات وبعرف بحل العلوم بحفظوني وانا بعمل اسمها مصفات معالجة بتحل كل الصفوف وما بتعيط وبتحل كل الصفوف واذا حبت هذا بتحب الثاني يعني ما بتزعل حدا